في شغلة كمان تعمليها حكيتي فيها أصلاً بالأول لما قلت إنه برج ثور، تعملي أسترولوجي؟ استخدم لا ذكرتني فيهم أنا فعلا لا لا ما بتشوف منفوت على الويب سايت تبعي yeah, yeah. إيه في تعملي أسترولوجي تشارت برج تشارت أجو فايس أرابيا كمان أنا عندك ويب شو أنا مودرن بسارة which is weird لأنه ما بعرف هلا إذا حدا بيسألني شو بتعملي عن جد أوقات بدي على لأنه كتير أصلاً كومبينيشن يعني كتير غريبة كوميديان تياتر دراج وبعمل أسترولوجي وبعملهم عفايس فور فان وبعملهم إن ريل لايف إنه بس إنه هول كلهم بعملهم لا عجبوا عجبوا ما عجبوا مثل العيلة anyway so الأبراج هو شيء بلش معي بالصدفة لأنه أنا سميت حالي زحل وفايس أرابيا كان بدهم حدا يعملهم أسترولوجي سوري رح أطعيك yeah. ليه زحل؟ ليه قررت تسمي حالك زحل؟ أوكي. يلي هي ساتيون. يس. ساتيون. سميت حالي زحل لأنه كان بدي حرف باسم بحرف الزين باسم بحرف الزين واسمي لأنه زياد مني أبدا نارسيسستك ما تفكره وبدي شيء تقيل يعني مش إنه أكشلي فكرت بزينب قبل ما عم بمزح لأنه كتير بحب هالاسم بس لأنه بلبنان قلت إنه ممكن يعمل لي مشاكل إيه؟ لأنه هو يعتبر اسم خاص لفئة دينية فقلت بسمي زحل. وشفت عملت هيك ريسيرتش شو في اسماء بالزين فسميت زحل ومن بعدها حكوني فايس أرابيا انا كنت اوريدي كتير انترستد ان استرولوجي وانا من انا وعمري 13 بقرا ابراج وببحث من وقت ما صار عنا انترنت على المودم بالبيت صرت انه دائما 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 بفوت على الابراج والنيمرولوجي سو اي هاف ا لوت اوف نوليدج بهذا الشيء وفايس انه ما كانوا عارفين انه انا اوريدي بالشوز هيك بفتح السيره سو حكيوني لانه بس اسمي زحل ام لايك like, انا كمان بعرف عن هالشيء فهون لقينا الملف وعملنا الكونترا وصرت اعمل كل شهر حلقه ابراج مع فايس هلا صارت على تيك توك اللي عم يسالوني من بعدها قررت كمان تو دو ات يعني بطريقه جديه اكثر من انه بجست هيك فور فان لانه عن جد حسيت انه كتير بعرف معلومات وكتير في ناس بيجوا بيسالوني صار يوصلني كتير اسئله انه انا برج شو بيقول لي هالشهر وانا مدري شو وانا مجوز حدا من برج الكذا وشو حيصير وهذا الشيء لانه ما له عازه لانه اتس فيري مينستريم بس انه في عالم بدها تعرف سو قررت انه I'm not shading anyone بيسألني بس إنه في فئة معينة المهم قررت إنه بلش أعمل هذا الشيء as a serious thing وبلش طلع منه مصاري هلأ أنا طلع من فايس مصاري بس إنه قررت بلش اشتغله بحياتي اليومية as زياد فبعمل birth chart reading اللي هو إنه حسب الوقت اللي خلقانين فيه الكواكب وين بيكونوا شو الأرقام اللي بتطلع معنا على الكالكولاتريس بنعملهم وبقدر أعرف قصص عن your personality the core of your personality عن شو حيصير معك predictions وبحذر شو صار بالpast in order just to link all everything together ولا اسمع هيدي كيف عرفته دايما so بحب أعملهم وهذا الشيء كتير بحبه مش شوي كتير غرامة يعني أعمله و it makes money فانه ليه لا نعمل شيء بنحبه ونطلع مصاري او حتى مش يعني مش كرمال مصاري sometimes I do it for free تمرنت برفقاتي كلهم ومش الحال و on my website they can book me يعني for that شو برجيك؟ ما خصتك برج الحوت هو البرج انا ما بقول برجي هو البرج الشمسي هو اللي بنعتمده بالعيد الميلاد برج الحوت برج الشمس الحوت بس اذا بدنا نحكي كدومينانس على الشارت تبعي ما لا حسب كل الكواكب شو في أغلبية هو العقرب so I got two girls yeah. why حبيتك وحبيتين yeah, أنا بطلع لبرا أنا بالنسبة للأسترولوجي يعني مش إنه I don't believe it بس رح أحكي بالإنجليزي لأن بقدر أعبر عن سؤال أكتر I don't believe it مش إنه I don't believe it بس بس عكسي عكسي بس هو المضمون هو شو إنه هو basically عنا نحنا ثلاث وضعيات للنجوم والصخرات هول بالفضاء هني أهم شيء هني الشمس والقمر والبرج الصاعد أوكي هول أكتر شيء ببينه على شخصية الواحد بس إذا بدنا نحكي فيها in general هو ما في شيء dominant كل حدا شيء وكل كوكب عنده قوة أو ضعف حسب هو وين لأنه إذا كان كوكب بالبرج يعني بالبرج تبعه لأنه كل كوكب مسؤول عن برج مثلا زحل هي لبرج الجدي سو إذا كان زحل بالجدي معناتها عنده قوة بيكون على الشارت إذا بالعكس ما بيكون عنده قوة هلأ السؤال اللي أبعد من هيك ليه العالم بأمنه بالأبراج وليه بده يكون أصلا زحل عنده قوة على الجدي وشو يعني هذا الشيء
هون انا حاسكتك وحقول لك شو يعني فيك تحكي اكيد هو هلا نحن هون بالاوضه اوكي قد صغير الاوضه ونحن كحجمنا قد صغير ان جنرال اذا هلا انا انتقلت الطاوله او غيرت الديكور او طرشت قد هذا الشيء حيأثر على نفسيتك ما مش كتير يعني حسب اكشلي اذا هيدي الطاوله انه كل وقت ايه اكيد حيأثر علي اذا غيرت لون الاوضه او كانت طب اذا كانت اوضتك منكوشه ومرتبه قد هذا الشيء ريليتد لك وقد بيأثر اكيد اكزاكتلي انت اذا هلا قعدت بمحل كله عتمه ومنكش وهيك ما بتحس انه بشيء معبى مخنوق في ناس يمكن ينبسطوا هلا ريجاردلس شو الاحساس بس بغير سو تخيل انت حجمك بالنسبه للكون كله يعني هالكواكب وهيك ليترلي انت ماشي وانا ماشي وكلنا ماشي هلا انا زحل بس انه ان فاكت انا ماشي فقدام ممكن هول الاحجام اللي كتير جاينت عم بيأثروا علينا بطريقة indirect لأنه هو كل شيء indirect يعني هو ما ضروري يجي يقول لك ليك أنا عم بأثر عليك لا بس هو عم بيأثر لأنه حيالة تغيير يعني بالكواكب صح حيالة تغيير بالكواكب أكيد عنده effect علينا وحتى بالطقس وإذا حدا خلق وسقعة غير إذا حدا خلق وشوب غير لأنه نحن يعني البيبيز أول ما يخلقوا هن basically أكيد بيكونوا أكتر حالة sensitive لأنه بعضهم كتير بيبيز فانه اكيد هذا الشيء بيأثر عليهم واكيد مواضيع الكواكب كلها بتأثر عليهم هذا من تحليلي انا وانا مسؤولة عن حكيه وهذا رايي وما حدا خصه سو هيك قال بحط بالاخر داش زحل ففيها وجهة نظر ولا لا لا فيها كتير وجهة نظر بالعكس ويعني بعتقد كمان مثل ما قلت لما بتحسي حركه هالقد انسيجنيفيكانت يعني على الصعيد اليونيفرس على صعيد الدولة كمان على صعيد الدولة كمان اكيد حيالة تغيير صغير رح يكون عنده افكت كبير على شخصيتي هلا دارك از ات از اتس فان لا بتمسخر علي كثير اصلا لما بقول له اه خرب التليفون او مش زابطه اليوم ميركوري ريتروغريد بتطلع فيه بيلي مليا بشرفك يعني بس انا بامن فيهم بس شو يعني ميركوري از ان ريتروغريد ريتروغريد لما الكون الكوكب عم يرجع لورا يعني عم يمشي مش عم يرجع لورا هلا ورا وقدام هن ما عندهم ورا وقدام فوق ما في اشارات في انه عم يمشي بعكس مكان ماشي اوكي اوكي سو لما يمشي بعكس مكان ماشي ميركوري يوجولي هو الكوكب اكثر شيء يعني له علاقه بالتواصل كوميونيكيشن وحتى له علاقه بالتفكير والاي كيو والانتليجنس سو ميركوري لما يكون رجع لورا يعني بيكون شوي عم يعطي هيك عم يتمنيك علينا انه انا جيت لا عم بمزح برجع فهذا ابن عمي لانه انا حفظته سو بيعمل بحسب باي برج بيكون عنده افكت هلا هو موستلي لانه في مره كان بالاكواريوس اللي هي ساين خاصه بالانوفيشن وهيك كان كثير يعني. عم بيقى هو قبل ما كان يعني قبل ما يعمل ريتروجريد بالميزان كان بالدلو وناك حريمنا يعني وهلا اصلا انا هلا كل يوم لبنان ما اللبنانيه ما ياخذوا على هذا الحكي لانه لبنان ريتروجريد مثل ما هو It's been happening since forever اللي برا ميركوري ريتروجريد اكيد له علاقه دائما بالتواصل تكنولوجي بيصير ينتزعوا القصص وحسب باي برج بيكون كمان بيكون عنده افكت وبيقولوا لك ما تشتري كمبيوتر هالفتره ما تشتري تليفون جديد انتبه وهيك واو. انا بامن فيهم يعني. وبالنيومرولوجي كمان بعد في قصص ادفانسد اكثر لانه بالنيومرولوجي خاصه فيك انت كشخص شو النيومرولوجي كرمال الصبايا والشباب اللي ما بيعرفوا علم الارقام هلا هيدا ما خصه بالقصص اللي عم تتحرك وما بعرف شو هذا مثل مثلك انا مستغربه بس اتس سو اكوريت يعني عن جد أنا بلشت من حالي لما فت على الـ life path number تبعي وفي كمان cycles اللي بتمرق فيهم كشخص وهو خاصة بتاريخ عيد ميلادك يعني بيحسبوا الأرقام بطريقة وأوقات الاسم كمان كيف بتكتبه يعني it's advanced فكتير بتخوف كتير لأنه عن جد يعني هلأ إذا بدك بس نخلص بقول لك هيك شغلة واحدة لا تخاف أوكي. أنا بعرف شو رقمي أنت بتعرف what's your life path number 8-1 yeah It's the leader. It's the number. Yeah. أنا ما بعرف هلا. تعي حطمك. هو في 9 أرقام. هو 12 رقم مثل الأبراج. في 9 منهم بيكونوا أرقام. والثلاثة الباقيين هن master numbers. 11, 22, 33. أنا 11. أنا master number. بس number one هو it's the هو الرقم الأساسي لكل شيء. So هو ببلش يعني it's the very هن كل الرقم له دور يعني ما يزعل حدا. بس هو إن الرقم 11 و22 و33 بيكون عنده مهمات أصعب بالحياة فبصير معهم struggles أكتر بس إنه
in a هيك way لحتى يصيروا يقدروا يساعدوا أكتر. Okay. إنه مثل كتير كأنه إنه هذا مريم المجدلية بس إنه ما اختار تكون هيك، ليه هيك عم تعملوا فيه؟ بس عندي سؤال، ما بتعتقد إن أمرار إنه إذا في شخص مثلا عم يجرب يلاقي أجوبة رح يلاقيهم in all cases be astrology أو be numerology يعني؟ yes. إذا الشخص بيكون عم بيفتش على جواب أكيد حيلاقيه، حيصير في kind of مش منه self-fulfilling prophecy، بس إذا الشخص كل الوقت بيحط حاله بهيك إطار it will happen. إيه هلأ هو بالنهاية دايما أنا بقول إنه it might be for like ما حدا بيعرف كل شيء، ما حدا بيعرف شيء يعني. هلأ نحنا بهذا الشيء اللي بنعرفه هو هلأ بنتفكره، بنفكر حالنا بنعرفه. صح. So regardless شو هو شيء، وإذا بدي جواب وين ما بدي لقيه even if it's for fun it's okay. يعني ايه انا برأيي انه ما في شيء مطلق، واكيد ما حدا بيعرف شو الجواب اللي بده اياه، هو حسب ما هو بحط براسه. اذا انا بدي ركب هيدا الشيء على اللي انا بدي اياه حيزبط، بس انه بالنهاية as long as ما عم نأذي حدا او هذا الشيء خاصه فينا و it's so cute ليه لا. لانه في كتير قصص that people believed in for example religion، ما يعني هي like in general في كتير ناس استخدموها ليأذوا، يلي هي أكتر شيء بالنسبة للعالم مقدس. قتلت كتير ناس بس صح. مش ما خص الريليجن، هن خص العالم. So this is why أنا بقول إنه حتى إذا كان كله أكل خرا وهبل وما له عازة، إذا الحدا مقتنع فيه وما عم يأذي حدا why not 100%. وإذا عم بطلع لي مصاري why not كمان أنا كتير بحب هذا الموضوع. أي موضوع؟ كله أسترولوجي ونيمرولوجي وهيك كتير بحب كتير بحب، مش لأقري شو بدي أعمل بكرة أو اتصرف هيك أو اتصرف، بس بحب لأنه إذا بتفوت ديب ما بقلك تقرأ الأوروسكوب تبعك تلات أسطر بالجريدة، بس إذا بتفوت هيك بغمق بيقولوا بغمق لتشوف كيف بتفسر personality تبع الشخص، مش معقول أوقات إنه أو علاقة بين أبراج yes. وحسب أيمتى خلقانين، مش علاقة بين عقرب وأسد لا، بس إنه لما بتفوت ديب ديب مع كل التفاصيل هي فظيعة. Exactly. أنا لأنه عندي side that knows with psychology ودرست مسرح والسينما، مش السينما ما كتير، المسرح أكتر فتنا بالسايكولوجي، وأنا كتير أريانة. فكمان أنا بعترف أنه أكيد السايكولوجي خاصة لما بس يعني لما أشوف هول الأرقام وهيك وأفهم الشخص أكيد يعني كله خاصة بالسايكولوجي، هي مالنا بس أنه أنت يعني بكرة حيصير معك هيك وهيك، لا خاصة كتير بالواحد من جوا وبالكوائن يعني علم هي بحد ذاته. فانه ما في افصل عنها يعني. انا يمكن لو دارسه سايكولوجي كنت هلا بعمل سايكولوجيست مع نيمرولوجي، كنت بعمل شيء جديد اسمه انت ولبسه هيك سايكولوجي انت ولبسه هيك. انا اصلا فيق هيك بس فكرتيني انه مزبوط سوري في شيء بيتغير فيك لما بتكوني زياده